بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. بنعمه ربنا نبدا موضوع جديد النهارده في علم اللاهوت العقيدي في اسرار الكنيسه، هو سر الميرون او اللي يسمى المسحه المقدسه. وكلمه ميرون او ميرون معناها طيب، في الاصطلاح الكنسي بتطلق على المزيج السائل المركب من حوالي 30 صنف من أصناف الأطياب والعطور مع الزيوت كالمر والعود والسريخ وقصب الزريرة وعود اللبان، زي ما ورد في مزمور 45 وزي ما جاء في خروج 30. وآباء الكنيسة بيذكروا إنه الآباء الرسل خدوا الحنوط اللي كانت محطوطة على جسد السيد المسيح مع الحنوط اللي جابتها المريمات والنسوة، وخلطوهم مع بعض مع صلوات، وده كانوا بيدهنوا بيه الشخص المعمد ويدخل إلى الإيمان المسيحي، أو بيبقى السر التاني من أسرار الكنيسة. اسم السيد المسيح، اسم المسيح مشتق من كلمة مسح، وهنا يعني لأن الأنبياء العهد القديم، الأنبياء والملوك اللي كانوا في العهد القديم كانوا علشان يعينوا كان يمسحوا من رئيس الكهنة، فده بيحل الروح القدس عليهم فبينال هذه النعمة، النبي نعمة النبوة نعمة الكهنوت نعمة الملك. والسيد المسيح لما خرج من الأردن حل عليه الروح القدس، ونحلل الروح القدس مش علشان السيد المسيح لأنه هو واحد مع الروح القدس من حيث لاهوته، لكن من حيث أنه يعلمنا، وكمان لأنه هو كان يحمل الوظائف الثلاثة دي، الكهنوت وظيفة الملك وظيفة النبوة كمان، يعني النبوة بمعنى هنا التعليم يعني. كلمة المسحة جت في أقوال الآباء وذكرها القديس يوحنا الرسول في الرسالة الأولى بتاعته لما قال في إصحاح 2: لكم مسحة من القدوس، أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها ثابتة فيكم. الرسول بولس اتكلم برضه عن الذي ثبتنا معكم في المسيح، قد مسحنا في كورنثوس الثانية 1:22-22. واتكلم برضو الرسول بولس في كورنثوس الثانية 1 كمان سوري، جات الكلام برضو في أعمال 8:14-17، ويعني إنه الآباء الرسل كانوا بيوضعوا اليد على الشخص المعمد فينال نعمة حلول الروح القدس. ويبدو يعني بعض الدراسات بتقول انه كان المسحة اللي اتعملت في ايام الرسل من الاطياب بتاعت اللي كانت على جسد الرب يسوع، كان الاباء الرسل بجانبها يوضعوا عليها الايادي، وكان الكهنة الخصوص كانوا يدهنوا بالاطياب دي او بالزيت ده. سر الميرون له أسماء، زي ما احنا بنولد من معمودية بنولد ولادة تانية من فوق أو ولادة جديدة، بتحتاج الولادة الجديدة دي إلى قوة تثبتها وتثبت المؤمن وتحفظه وتنميه في الحياة الروحية. عشان كده بينال الإنسان المؤمن نعمة ختم موهبة الروح القدس، وده دعية السر وسر الوضع على أيدي، عشان الرسل كانوا بيتمنون في الفترة الأولى بوضع الأيدي كالأباء الرسل وخلفائهم والأساء فمن بعدهم. أما بالنسبة لسر الميرون في يعني أسماء روحية زي مثلا موهبة الروح القدس، سر الروح، علامة الروح، سر التثبيت، ختم الروح، ختم الحياة، كل هذه يعني أسماء روحية عن السر. تأسيس السر، مين اللي أسس السر الميرون؟ السر الميرون السيد المسيح بنفسه في يوحنا 17 لما أشار
يعني في عمر سوري في يوحنا 7 مال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. مجد بعد بمعنى ما اتصلبش ولسه إيه ما أمشي. يعني والسيد المسيح أكد على موضوع حلول على موضوع الروح القدس وحلول الروح القدس على الكنيسة، يعني خاصة في الفصول من 14 و15 و16 و17 بيسموها أناجيل الباراكليت، يعني بتتكلم عن الروح القدس. لذلك كده السيد المسيح في يوحنا 14 أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرف، أما أنتم فتعرفون لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. وقال كده إن لم أنطلق لا يأتيكم معزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. إن ذهبت يعني لو صعد السماء أرسله إليكم، أما متى جاء ذاك روح الحق اللي فهو يرشدكم إلى جميع الحق. ودي يعني عمل من أعمال الروح القدس في داخل الإنسان. السيد المسيح قبل صعوده في أعمال 1 قال للتلاميذ، قال لهم ألا يبرحوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. وعارفين كلنا أن يوم 50 يعني حل هذا السر بمعجزة من الروح القدس بصورة ألسنة على الكنيسة. طب حد يقول مش معنى حل في الوقت ده بصورة ألسنة على الكنيسة لكن ما كانش يعني في الميرون، لأن هنا ما كانش في حد في الكنيسة قبل الروح القدس، قبل الروح القدس قبل الآباء الرسل علشان يقدر يمنحهم إياه، فهما منحوا الروح القدس من الله نفسه إنه أرسل الروح القدس في صورة ألسنة نار عليهم، فده كان منح من ربنا هنا لتأسيس الكنيسة. فتأسيس الكنيسة وميلادها كان في يوم 50. نقطة كمان إن سر الميرون مستقل عن سر المعبودية، يعني ما هوش إذا كنا بنتممهم ورا بعض وكان يعني يظن بعض الناس إنهم سرين داخلين في بعض، لكن هو سر يعني الوحدين. السيد المسيح زي ما يعني ذكرنا قبل كده إنه اتكلم عن تأسيس هذا السر في يوحنا 14، وده بيبرن إنه ده سر خاص. كمان اللي يثبت من أعمال الرسل استقلالية السر إنه لما سمع الآباء الرسل عن أهل السامرة في أعمال 8 وأهل أفسس بعد كده إنهم ما قبلوش الروح القدس، فلأهل السامرة بعتوا لهم بطرس ويوحنا لما راحوا صلوا عليهم ودهنوهم بالزيت وحل عليهم الروح القدس لأنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع يعني، بس فوضعوا له الآب وحلت عليهم الروح القدس. عشان كده سر الميرون هو سر مؤسس من الرب نفسه وبيتمم كسر منفصل عن سر المعمودية، لكن بيصاحب يعني سر المعمودية مباشرة عشان الإنسان اللي اتولد ولادة جديدة ياخد قوة الروح القدس في داخله. الرسل كانوا بيضعوا أيديهم على المعمدين ويصلوا إلى الله عشان يحل عليهم الروح القدس، وده أشار إليه يعني الآباء الرسل. والقديس يوحنا الإنجيل قال كده، أما أنتم فلكم مسحا من القدوس وتعلمون كل شيء. طبعا بالنسبة لتاريخ عمل الميرون يعني أنا مش هتطرق ليه كتيرا، بس إشارة دي إنه مؤرخ الكنيسة بيقولوا إنه ماري مرقس لما جه مصر في الزمن بتاعه جاب وكان قسمه على الكراسي الرسولية، يعني الكراسي الرسولية في الوقت ده كانت أربع كراسي،
أورشليم وأنطاكيا وروما وإسكندرية، أو إسكندرية وأنطاكيا وروما. الأربع كراسي دول كل واحد خد شوية من الأطياب اللي كانت على جسد السيد المسيح، وجهن بيها مصر، وفضلوا مع خلط الزيوت إنه يعني اللي يتعمد يدهن بالزيت ده لحد زمن القديس أثناسيوس الرسولي. في زمن القديس أثناسيوس في كنائس روما والقسطنطينية، أو روما وأنطاكيا والقسطنطينية كمان، 3 كراسي، بعتوا قالوا له إحنا ما عندناش يعني زيت ميرون، إدينا من اللي عندك. فقال له اللي عندي مش هيكفي. فاقترح القديس أثناسيوس، كان اقتراح جميل الحقيقة، قال لهم طيب ما إحنا نجيب الحاجات الأطياب اللي أمر بيها الرب موسى ونضيفها على الذخيرة اللي موجودة عندنا، واللي هي الميرون الأصلي، ونحط زيت ويبقى صلوات. استحسنوا الفكرة دي، ويعني فوضوا القديس أثناسيوس إنه يعمل كده، وبعت لي الكنايس بتاعت روما وبتاعت القسطنطينية وبتاعت أنطاكيا. يعني في استخدامات للسر الميرون، لزيت الميرون، حتى ذكر المؤرخ البروتستانتي موسيهين يعني، وقال إن كان الأسقف أو القسوس اللي تحت قيادته يعمدون مرتين في السنة، يوم حد القيامة ويوم أحد توما. دول اللي كانوا يعمدوا إيه؟ يعمدوا فيهم، يقول لك ويدنوهم إيه؟ يدنوهم بالزيت، يدنوهم بالزيت. ده شهادة يعني مؤرخ بروتستانتي. هذا السر لا يعد، هذا السر لا يعد، لأنه بيطبع فينا ختم موهبة الروح القدس زي ما قال الرسول بولس، واعتبر منذ القديم إنه زيه زي المعمودية المقدسة، يعني بياخدوا الإنسان بره واحد، بياخدوا الإنسان بره واحد. اللي يقوم بإتمام السر زي ما قلنا يعني الأسقفة والكهنة، وإذا كان الأسقفة ممكن يعني يدشنوا بالميرون، يعني يدشنوا بالميرون، وممكن يرسموا يعملوا السيامات الكهنوتية، لكن الدهن بالميرون ده للأسقفة والكهنة. الحقيقة في يعني قانون من قوانين الرسل، أو أمر من أمر الآباء الرسل، يقول أيها الأسقف أو القس قد ترتبنا سابقا والآن نقول، يعني الكلام ده ترتب قبل كده ويقولوا ده، ينبغي أن تدهن أولا بزيت، ثم تعمد بماء، وأخيرا تختم بالميرون. وده في الطقس على فكرة اللي احنا بنعمله، بندهن بزيت الغلالون قبل المعمودية، قبل ما الطفل أو الشخص ينزل جرن المعمودية، وبعدين يتعمد، وبعدين يخرج يدهن بزيت الميرون اللي هو سر ايه؟ سر المسح. وطبعا القديس امبروسيوس اكد ان المسح بيتم ايضا عن طريق الكسوس زي الاباء الاسقف في كتابه عن الاسرار فصل 7. ضروره منح السر بعد المعموديه مباشره، يعني وده اللي بتقوم به الكنائس الارثوذكسيه، وان كان بعض الكنائس الاخرى الكنائس الغربيه بتؤخر منح سر الميرون للأطفال المعمدين علشان يتجاوزوا سن الطفولة، يعني ما بين 7 و12 سنة. وحتى على فكرة عند إخواتنا الكاثوليين برضو بيأخروا تناول الأطفال لحد 12 سنة، ويعملوا احتفال ومناولة بيسموها المناولة الأولى زي موضوع كده إيه الميرون. يعني في دلائل بتؤكد على منح سر الميرون بعد المعمودية. أول حاجة إن السيد المسيح نفسه لما اعتمد خرج من الماء أو صعد الماء حل الروح القدس عليه، وده دلالة إنه بيحل الروح القدس بميرون بعد المعمودية مباشرة. الآباء الرسل اللي سلموا وديعة الإيمان كانوا يتمموا السر المقدس ده بوضع الأيادي بعد المعمودية مباشرة، بصرف النظر عن تأخر أهل السامرة أو أهل أفسس عن هذا السر. ده لك كان له ظروف ايه معينه. اباء الكنيسه في الاجيال الاولى كانوا يتمموا السر حسب التعليم بعد المعموديه ايضا مباشره، لان ده بشهاده العلامه
ترتليانوس اللي عاش في الجيل الثاني، يعني من الجيل الثاني المسيحي، وقال بعد خروجنا من حميم المعمودية مسحنا بزيت مقدس طبعا للتكملة القديمة. ويقول ان كانوا قديما يدنون بزيت القرن اللي هو للكهنوت، وهنا التكملة القديمة يقصد بها يعني اللي كان موجود في العهد القديم هو امتد في العهد الجديد بس بصورة ايه؟ بصورة اخرى. وبنال ثمار روحية من هذا السبب. القديس كيرلس الأورشليمي في مقالة دي عن الأسرار الثالثة، المقالة الثالثة بعد خروجنا من جرن المعمودية المقدسة أعطيت المسحة، وهي رسم المسحة التي مسح بها المسيح بالروح القدس. قانون مجمع النزكية يجب على المستنيرون أن يمسحوا عن المعمودية مسح سمية واشتركوا في ملكوت المسيح. كمان انه تاخير السر يعني اذا كان له بركات كتيره السر، طب ما تاخير السر ده عن الاطفال ان لحد 12 سنه بيحرم الاطفال من هذه النعمه اللي تمنح بحلول الروح القدس. وهنا الكنيسه طب ازاي يعني تقول قعد 12 سنه ما تضمنش ممكن نفس الطفل ده يحصل له اي ظروف وانه ممكن يتنيح او يفاجئه الموت، وده يبقى يعني مسؤولية على الكنيسة في تأخير هذا السر. في بركات كثيرة لسر الميرون، من بركات السر غير المنظورة قبول نعمة الروح القدس، ودي يعني بناخدها بطريقة غير منظورة. يعني احنا عارفين الأسرار عامة ان احنا بناخد نعمة غير منظورة تحت شكل منظور. هنا النعمة الغير منظورة موهبة الروح القدس ونعمة الروح القدس وعمل الروح القدس، لكن الشكل المنظور هو الزيت اللي من الـ DNA فيه. النعمة من الروح القدس والمواهب أشار ليها أشعياء النبي لما اتكلم عن المسيح، قال ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. يعني كمان بيمنحنا السر إثارة للعقل للعلم والمعرفة، العلم والمعرفة يعني بيعطينا يعني علم ومعرفة. يقول لنا كده الكتاب المقدس وأما أنتم فالمسحة التي خصموها منكم ثابتة فيكم. لا حاجة بكم إلا أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. فهنا المسحة هنا بترشد الإنسان المسيحي، بس خدوا بالكم يعني لا حد يقول لك إيه أنا مش محتاج حد يعلمني، مش محتاج حد يعلمني، ده درجة كبيرة قوي إن أنا باخد الإرشاد الروح القدس ده إن أنا بسلم حياتي تامة وفي حياة قداسة. ده أقول بقى يعني إن ربنا إيه؟ ربنا هو أرشدني، وده فعلا بيحصل مع كتير من القديسين. لكن رغم كده كان برضو حتى الآباء القديسين اللي هم مرشدين روحيين يتعلموا، كانوا يتعلموا من الكتب المقدسة. كمان إنه السر بيدي قوة الإرادة في العبادة. يعني يقول كده الرسول بولس ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي خدمنا ايضا واعطى عضون الروح فيكم. القديس اورشليم كوريلوس الاورشليمي يقول بعد ذلك يمسحكم على صدوركم كي تلبسون كي تلبسوا درع العدل وتثبتوا لضحية للشيطان، يعني ضحية للشيطان. وكما أن المسيح بعد المعمودية حلول الروح القدس خرج وحارب المعاند، يعني يقصد في التجربة، هكذا أنتم أيضا في المعمودية المقدسة والمسحة السرية تثبتون لدى قوة المضاد لابسين سلاح الروح القدس الكامل وتحاربون قائلين اني استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هنقدر نحارب الشيطان ونقول له استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
في تعليم الآباء الحقيقة، يعني أنا هذكر كم قول كده في الموضوع ده، ورد في أوامر الرسل: بعد هذا فليعمده الكاهن باسم الأب والابن والروح القدس ولينصحه بالميرون، كتاب الدسكولية 7:43. يقول القديس كيرلس الأورشليمي: قد صرتم مسحاق إذ قبلتم الروح القدس، وكل شيء قد صار عليكم بحسب الرسم، إذ إنكم رسم المسيح، إنه لما استحم في نهر الأردن وصعد منه انحدر الروح القدس عليه جوهريا واستراح المثيل على مثيله. يعني زي ما قالوا القديس عن زبيل فهم، قال إن حصل ألفة بين الروح القدس وبين البشر. فهذا بيقول لك إن حصل يعني استراح المسير على مسيره، يعني استراح الروح القدس مع الابن، لأنه ده مثيله من حيث الجوهر. ونحن أيضا بعد أن صعدنا من جرن الينابيع المقدسة المعمودية، ورحت لنا المسحة رسميا كما وصح بها المسيح، أي نعمة الروح القدس. قديس ديونيسيوس الأريوباغي يقول عن سر الشركة: لكن توجد تكملة أخرى معادلة لهذا، أي الشركة يسميها معلمون الرسل تكملة الميرون. ثم أخذ في شرح تجهيز الميرون، ويعني بدأ يشرحه وكيف يتم المسح على المعمدين والمواهب اللي تمنحها، وقال إن مسحة التكميل بالميرون المقدس لمن استحق سر الولادة الثانية منحها حلول الروح القدس ذو العزة الإلهية. يعني هنا لما بيتكلم على الشركة، سر الشركة برضه ما ياخدش على انه سر الإفخارستية، هنا بيتكلم انه الأسرار هنا عمل روح القدس في شركة، يعني شركة مع المؤمنين. العلامة ترتليان بيقول انه بعد خروجنا من حمل المعمودية مسحنا بزيت مقدس تبع للتكملة القديمة، وقال ان احنا بعد ما نتعمد بالجسد بالمية بنستثمر أسرار روحية نتنقى من خطايانا، وبعد ذلك توضع اليد التي مع البركة، والبركة هنا معنى حلول الروح القدس. القديس كيرلس الاسكندري يقول ان الميرون يشير حسنا الى مسحة الروح القدس، عز على سفر يوئيل. والقديس كبريانوس يقول: من اعتمد ينبغي ان ينصح ايضا لكي يصير بواسطة المسحة ممسوحا الله ويأخذ نعمة المسيح. كمان يقول انهم لا يستطيعون ان يتقدسوا تماما ويصيروا ابناء الله بدون اعادة ولادتهم بواسطة السرية. ماري فرام السوريان يقول انه سفينة نوح كانت تبشر بمجيء المسبع ان يسوس كنيسته في المياه، وان يرتد اعضاء للحرية باسم السيروس، ولما الحمامة فكانت ترقص للروح القدس المسبع ان يصنع مسحة هي مسحة الخلاص. خطاب لي اسمه خطاب ضد الفاحصين، خطاب رقم 19. ده كده فكرة يعني عن سر الميمون. بدأ أخذنا سر المعمودية بعد مقدمة الأسرار، وأخذنا النهاردة في هذا الموضوع وسر الميمون. يعني الكلام في مختصر ومركز، وإن شاء الله ناخد المحاضرة اللي جاية عن سر التوبة والاعتراف لإلهنا المجد في كنيسة الملائكة.